اكتر. محمد، ما هو دور الكلى في جسم الانسان؟ الكلى تمثل لجسم الانسان دور مهم ورئيسي. الكلى الناس عند مفهوم الناس الاخرين او البسطاء او الذي ما يعرفوش عن دور الكلى انها بس يدوب تجيب لنا شويه من يعني البول، لكن لا، هي فلتر، هي مصدر فلتر للجسم، اضافه الى انها تشيل السموم، تعمل فلترزيشن لازاله السموم من الجسم وكل شيء الذي غير احتياجات الجسم. بس الاهم من ذلك الكلى معها اربع وظائف اخرى كمان، هي مصدر ضبط لضغط الدم. ضغط الدم هي تعمل استابيليزيشن لضغط الدم. الكلى هنا تفرز هرمون الاريثروبويتين الذي تجعل نخاع العظام في انتاج الدم، فبالتالي اي مشاكل مرضيه للكلى بينقص معنا ما بتفرز الهرمون الاريثروبويتين، ولهذا مريض الكلى عاده بيكون عنده نقص في الدم. الكلى كمان هي مصدر توازن الجسم باحتياجات الكالسيوم وفيتامين دي، فبالتالي يعني اي مرض للكلى او اي تصاب باي مرض خلال فتره الكلى، فيحصل المريض انه لازم ياخذ ادويه بتاع الضغط، لازم ياخذ ادويه التي ترفع الدم، لازم ياخذ الادويه نقص تعمل نقصان استابيليزيشن للنقص الكالسيوم مع فيتامين دي. فبالتالي تلاحظ انه لها مهمه جسيمه جدا جميله كده حلوه، ودائما هي ما بتتاثر بابسط الامور اللي يصاب بها جسم الانسان. شكرا جدا لحضرتك.